حياكم الله مجددا في أهل نورة بنت هادي آل سرور، معلمة سعودية سجلوا هذا الاسم عندكم. هي من إدارة تعليم منطقة نجران، حازت على جائزة فاركي العالمية من ضمن أفضل 50 معلما ومعلمة من المتميزين على مستوى العالم لهذا العام 2023. هناك 7000 مرشح يمثلون 130 دولة على مستوى العالم، وكانت الأستاذة نورة من ضمن أفضل 50 معلم ومعلمة تم اختيارهم وتم تكريمها في 8 نوفمبر قبل أيام في منظمة اليونسكو. حقيقة أنه هذا فخر وشرف واعتزاز للمملكة العربية السعودية، لهذه المعلمة، لإدارة تعليم نجران، لمدرستها، لوزارة التعليم إجمالا، أن يكون لدينا هذا التميز في التعليم. وأنا على ثقة تامة لا يخالطها شك أنه في ميادين التعليم لدينا في السعودية هنالك من المعلمين والمعلمات نماذج ناجحة ومتفوقة ومميزة بشكل كبير جدا، بكثير من الاعتزاز. يسعدني في هذه اللحظات أن أستضيف المعلمة المميزة الأستاذة نورة بنت هادي آل سرور اللي تنضم إلي عبر السكايب الآن من نجران. أستاذة نورة مساء الخير، ألف مبروك لك هذا التتويج. مساء النور والله يبارك فيك إن شاء الله، يعطيكم العافية. طبعا مسيرتك ما شاء الله حافلة بأكثر من تتويج، لكن خلينا ناخذها من الآخر اللي هو جائزة باركي. كيف صار الترشح في البداية؟ الرحلة من بداية الترشح حتى اختيارك ضمن الخمسين. بسم الله الرحمن الرحيم. رحلتي طبعا في هذه الجائزة كانت ولله الحمد موفقة. بداية استقبلنا إيميل بالدعوة للمشاركة في هذه الجائزة، وبالفعل بعد الإيميل وصلني لمدة 2 متتالية. السنة الأولى كانت مجرد دراسة وإلقاء نظرة على المعايير والشواهد. هذا العام ولله الحمد تقدمت ودخلت إلى موقع الجائزة وتعرفت على المطلوب وتعرفت على السياسة التي تهتم بها جائزة فاركي، ووجدت جميع المتطلبات متوفرة لدي وبكثرة بل وفاقت المطلوب. بعد ذلك قمت بالرد على هذه الإيميلات بالموافقة والاستعداد للترشيح، وتم إعطائي يوزرات للأبليكيشن الخاص بالجائزة على موقع الانترنت أو الموقع الخاص فيهم، ومن ثم تم العمل على تحقيق جميع الأسئلة، وكل سؤال تجاوب عليه لابد أن يكون لديه شاهد معين موثق ومصدق ومعتمد، ولابد من إرفاق الأثر على الطلاب، الأثر على البيئة المدرسية، الأثر على المجتمع من حولنا كذلك. إذا كان فيه إحصائيات، إذا كان فيه بيانات إحصائية لازم تقديمها. ثم وصلني إيميل بقبول هذه الشواهد وقبول هذا العمل، ودعوة للاستعداد لخوض المرحلة التالية. المرحلة التالية كانت مقابلات مع خبراء تعليميين كلهم أجانب طبعا، فقمنا بالاستعداد لله الحمد واستقبال الوقت الذي يحددونه، ولابد أن يكون هناك توافق في الوقت لأن الزمن من لندن يختلف عن الزمن لدينا كذلك. وكانت هناك مقابلات من خبراء في باريس كانت متواصلة معي على الخط بشكل مستمر. المستر ريبيكا هال وهي رئيسة أو المدير التنفيذي لجائزة فاركي، كذلك الأخت سونال باتل وهي رئيسة لجان التحكيم، فكان تواصل مستمر وكان تنبيه معين بأن أبقي على تواصل دائما سواء خلال النهار أو سواء خلال الليل. جميل. لأن في أي لحظة راح يكون هناك مقابلة مفاجئة. طيب. وراح يكون في خبير معي ويسأل سؤال معين، ولابد أن تكوني مستعدة لهذه المقابلة. بعد نهاية المقابلات والتحكيم
متى جاك الخبر انه مبروك انت ضمن افضل 50 معلم متميز على مستوى العالم؟ بعد شهرين جاني ايضا اتصال بان هناك مقابلات نهائيه، وفعلا تمت المقابلات واتاني بعد اسبوع بالضبط يعني ايميل بانه تم ترشيحك كافضل 50 معلم، وتمت التهنئه. كيف كانت لحظه استقبال الخبر؟ والحمد لله اكيد يعني بيكون فرح سرور، خصوصا هذا انجاز يعنون باسم المملكه العربيه السعوديه، الحمد وهذا لله. اكثر ما يعنيني في الامر، يعني اكثر من انه انجاز ذاتي او انه انجاز شخصي او على مستوى مدرسه او على مستوى، لا هو انجاز وطني، وافخر دائما عندما يرفع علم المملكه العربيه السعوديه بين مصاف الدول، او بالعكس يعني دائما علم المملكه مرفوع نعم، اعلى من اي دول اخرى واحنا ولله الحمد. فخورين فيك وبما حققت. استاذ نوره، استاذنك انه اطلع فاصل وارجع اكمل حواري معك. حياكم الله في الجزء الأخير من يا هلا، ضيفتي الأستاذة المعلمة السعودية نورة بنت هادي آل سرور، وهي الحائزة على جائزة فاركي ضمن أفضل 50 معلما ومعلمة على مستوى العالم. أستاذة نورة، رحب فيك مجددا. يا هلا مرحبا، حياك الله. ودي ألقي الضوء سريعا على بعض منجزاتك، يعني أنت غير هذه الجائزة أنت حصلت على المركز الأول لأفضل عمل للتصميم التقني التعليمي على مستوى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى جائزتين ذهبية للابتكار في روسيا واليابان وجائزة التواصل التعليمي العالمي، والمركز الثاني عالميا في أمريكا في سياتل، وجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وجائزة التميز التعليمي الإنساني من مجلس العالم الإسلامي. ما شاء الله تبارك الله، خذينا في جولة حول هذه الجوائز. الحمد لله، هذه الجوائز جاءت بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بتضافر جهود متعددة. كان أولهم طبعا طالباتي شركاتي في النجاح، شركاتي في العمل التربوي، شركاتي في هذه الجوائز، فبدونهم لا أستطيع الوصول بالتأكيد. كذلك لدي زميلات خبيرات في العملية التعليمية، كانت لهم أيضا مشاركات معي، وكانت نجاحات أيضا متواكبة مع هذه الخبرات. كذلك إدارتي في المدرسة الخامسة، إدارة متعاونة، إدارة معطاءة، إدارة وضعت لي طريقا ميسرا، طريقا حافلا بالمساندات وبالدعم، سواء كان في بتوفير المطلوب، سواء كان بالمساعدة في التواصل مع أولياء الأمور وما إلى ذلك من هذه نعم الأمور. يستحقون هذا الشكر. كذلك إدارتي، نعم، وعلى رأسهم قائدتنا مديرتنا الأستاذة عبير الأشرم، الله يحفظها، وجميع زميلاتي. طيب. أيضا هناك إدارة عامة للتعليم بالمنطقة، هذه الإدارة منحتنا العون، منحتنا الدعم، منحتنا أن نكون دائما في المقدمة ودائما في الطليعة، وذلك لما نقدمه من برامج، لما نقدمه من تعاون، لما نقدمه من تعاون وتدريب للزملاء داخل الميدان. دائما إدارتي تحفني بالاهتمام، وأذكر لكم على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، وضعي دائما في المجالس المحلية والمجالس التعليمية سنويا للمشاركة في أحوال مشكلات التعليم في الميدان. نعم. طيب. كذلك على وزارتنا، على مستوى المحيط القريب منك أستاذة نورة العائلي، مين الأشخاص اللي لهم كثير من الفضل في دعمك وتشجيعك وتحفيزك وحابة تقولي لهم شكرا اليوم على الهواء؟
شكرا لعائلتي الكريمة، شكرا لوالدتي الحبيبة دائما تحفني بدعواتها في كل صلاة، ما شاء الله عليها، يعني دائما بقربي، دائما معي، دائما مشجعة ومحفزة لعملي وتحركاتي. كذلك أخوتي حفظهم الله معي يدا بيد، مساندين وداعمين وموفرين لي سبل هذا النجاح، سواء كان على سبيل السفر أو على سبيل توفير ما أحتاجه أو على سبيل توفير ما يدعمني وما يساندني في هذا المجال. فأشكرهم جميعا نعم وأوجه إليهم كل الحب والتقدير، وأدامهم الله لي جميعا. آمين يا رب، الله يحفظهم لك جميعا وفي مقدمتهم الوالدة يا رب. أستاذة نورة شكرا جزيلا لك، فخورين بما تقدمين وبكل ما حصدتيه، والتهنئة لوزارة التعليم حقيقة على دعمها لأمثال هؤلاء من المعلمين والمعلمات وحتى يحصدوا مثل هذه المنجزات. شكرا للأستاذة نورة وبالتوفيق وإلى مزيد من النجاح والتقدم. الشكر الأكبر لكل من تابع هذه الحلقة من يا هلا، غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. تصبحون على خير.